رواد المسجد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعنا على حب الله وحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنتدارس سيرته العطرة وسنته الفاضلة وآدابه الراقية. يا سيدي، لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات. وأصلي وأسلم على حبيبنا سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح. فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. واجتمعنا في هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى حول مأدبة العلم. في هذا اليوم سيتحدث السادة العلماء عن الآثار المدمرة للكسب الحرام. فالكسب الحلال به يجعل الإنسان في بيته النبت الطيب، بالكسب الحلال يتربى الإنسان، بالكسب الحلال ينشأ الجيل، بالكسب الحلال تستجاب الدعوة، بالكسب الحلال يبارك الله في الأبناء والزوجة، بالكسب الحلال يحج الإنسان، بالكسب الحلال يجعل الإنسان بيته ناجحا في كل شيء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فأدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الكسب الحلال، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن ينصر الله المسلمين المستضعفين في كل زمان ومكان، وأن يرزقنا الله وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، كما أدعوه أن يرده إلينا سالما غانما إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن ينصر الله الإسلام ويعز المسلمين. ونشكر وزارة الأوقاف أن تحرص على مثل هذه اللقاءات تحفيزا وتشجيعا وتذكرة للعقول بمراعاة الكسب الحلال في كل شيء. ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف راعي الدعوة في مصر، الذي لا يكل ولا يمل من نشر هذا الفكر الوسطي. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات القائمين على وزارة الأوقاف. ويحضر معنا عالما ومحاضرا في هذه الندوة فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمود ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الجمع الكريم، العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. فكما أن هذا المصباح يضيء هذا المسجد، كذلك العالم يضيء للناس الطريق. فالعالم مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر: أجهد نفسك على علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهرين، الشمع والعسل. فالشمع نور يستضاء بنوره،
والشهد يبرئ لنا الأسقام والعلل. من مسجد السيدة خديجة بالحي الأول بمدينة العبور نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف حول هذه الندوة بعنوان الآثار المدمرة للكسب الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، وبعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة والقلوب المؤمنة التي اجتمعت في هذا المكان الطيب المبارك حول مأدبة القرآن، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله الكريم أسأل أن يجعلنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يذكرهم الله عز وجل في من عنده، إنه خير مسؤول وخير مجيب. موضوع جلسة اليوم يدور حول الآثار المدمرة للكسب الحرام. عني الإسلام عناية بالغة بالمال لأنه عصب الحياة، لأن الإنسان يحتاجه في قضاء ما تستقيم به الحياة، يحتاجه لكي يستثمر ويغتنم هذا المال في اكتساب الحسنات حتى يكون زادا نافعا له وموصلا إلى الجنة. لذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة تحض وتحث على الكسب الحلال وتنهى وتبغض وتمقد الكسب الحرام، إلا أن كثيرا من المسلمين استهواهم جمع المال فجمعوا غير مفرقين بين حل وبين حرمة. البعض منهم الحلال هو ما حل في يده وامتلكه، والحرام هو ما حرم عليه بمعنى أنه لم يصل إليه. حتى صدق على بعض هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين آخر الزمان أناس لا يبالغون من أين اكتسبوا المال، من الحل أم من الحرم. ديننا الحنيف ركز على الكسب الحلال، لأن الدعاء لا يقبل إلا بالكسب الحلال، بل كل الطاعات لا تقبل إلا بالكسب الحلال. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم عظم الكسب الحلال وأثره في قبول العبادات كانوا يتركون كثيرا من الحلال خشية أن يكون فيه شبهة من حرام، كما ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه: كنا نترك 19 الحلال مخافة الحرام، بل إن الواحد منهم
كان يتحرى طيب المطعم والمشرب، حتى إنه إذا أكل طعاما به شبه أو أكل طعاما ثم تبين له أن به شبهة حرمة حاول أن يخرجه ولو كان في إخراجه خروج للنفس، كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما أكل من كسب عبده دون أن يعرف من أين اكتسب، فلما سأل العبد قال تكهنت لبني فلان في الجاهلية فأعطوني هذا الطعام، فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه وجعل يقيء حتى ظن أن نفسه ستخرج، ثم اعتذر إلى الله عز وجل مما خالط الدماء. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يحرف الحرام من طعمه لأن بطنه ما تعودت إلا على الحلال. عندما أتى له غلامه بلبن شرب عمر رضي الله عنه من أول قطرة استنكرت بطنه هذا الشراب، فسأل الغلام من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال يا أمير المؤمنين الناقة انفلت عليها ولدها فشرب اللبن فحلبت لك ناقة من إبل الصدقة. قال ويحك سقيتني نارا. ثم حاول عمر رضي الله عنه أن يخرج هذا اللبن، ولما عجز عن ذلك استحل هذا اللبن من المسلمين. هذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تحري طيب المطعم والمشرب. هناك أنواع كثيرة للكسب الحرام كأكل أموال الناس بالباطل، أكل مال اليتيم، الرشوة، الغش بكل أنواعه، سؤال الناس بدون حاجة، إلى غير ذلك من أنواع الكسب الحرام التي نهانا ديننا الحنيف عنه. أما عن الحديث عن الآثار المدمرة للكسب الحرام فحدث ولا حرج. من أهمها عدم قبول الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبرا يطيل السفر يقول يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي من حرام فأنى يستجاب له. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سل الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من الصلاة، أكثر من الزكاة، أكثر من الصدقات؟ لا، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كذلك من آثار الكسب الحرام دخول النار، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث كل من أكل من حرام كل جسم نبت من حرام، وفي رواية من سحر فالنار أولى به. كذلك من الآثار المدمرة للكسب الحرام أن الله يمحق البركة من ذلك المال، قال ربنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف في النفقات قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة،
وفي رواية اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يعني اليمين الكاذبة والحلف الكاذب في البيع يكون سببا في رواج السلعة، لأن المفترض أن المؤمن عندما يقسم بالله يصدق أخيه، فيكون ذلك سببا في إنفاق السلعة وفي بيعها، إلا أن البركة يمحقها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كاذب في هذه اليمين. كذلك قصة الإمام الشافعي رحمه الله مع رجل أتى إليه يقول إني أكتسب من عملي 5 دراهم، وكان هذا المبلغ في عصره مبلغا كبيرا، لكن هذا المال لا يكفيني وأحتاج إلى غيره برغم أنه كبير. قال له الإمام الشافعي: أطلب من صاحب العمل أن ينقص من أجرك درهما. فعل الرجل، وأتى إليه بعد فترة قال: ما زلت أحتاج ولا يكفيني المال. قال: أطلب منه أن ينقص درهما آخر. فأصبح أجره 3 دراهم. أتى إليه بعد فترة الإمام الشافعي يشكره على هذه النصيحة، قال: الحمد لله، كفاني الراتب وزاد أدخر منه. سأل الإمام الشافعي مستفسرا سبب توجيهه بأن يطلب من صاحب العمل أن ينقصه دينار أو دينارين. قال: إن العمل الذي تقوم به الحل فيه الأجر الحقيقي الذي تعمل به 3 دراهم، فكان الدرهمان كسبا حراما، فكان يذهبان ببركة بقية الدراهم. فلما تحللت من الحرام الدرهمين الزائدين بارك الله عز وجل لك في الكسب الحقيقي. كذلك من الآثار المدمرة للكسب الحرام أنه يفضح صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. كل من غل شيئا، كل من أخذ شيئا ليس من حقه أتى يحمله يوم القيامة، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلو، الأخذ من المال العام الذي تكون المحاسبة عليه كبيرة وعظيمة لأنه مملوك للجميع. قال صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة يحمل على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغ. ولألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته شاه لها صغار، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغ. ولألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رأسه فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغ. حتى ذكر صلى الله عليه وسلم قوله: لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته صامت المال بكل أنواعه، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. كذلك من الآثار المدمرة لاكتساب الحرام أنه يكون سببا لغضب الله سبحانه وتعالى وللعنته. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. كذلك من الآثار المدمرة للمال الحرام عقوقة الأبناء والبنات، فإن من أكل مالا حراما أو أكل أولاده مالا حراما عقه الأبناء والبنات وما قاموا بحقه، لأنه ما أطعمهم من حلال، إلى آخر الآثار المدمرة لاكتساب المال الحرام. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح الآن:
ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يترك الكسب الحلال ويجنح إلى الكسب الحرام؟ هناك كثير من الأسباب التي تجعل الإنسان يترك الكسب الحلال ويجنح إلى الكسب الحرام. من أولها عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى والاستحياء منه حق الحياة. الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، الذي يراقب الله ويعلم أنه مطلع عليه، لا يأكل الحرام. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحرام لا يثمر ثمرة طيبة في الدنيا. إذا تصدق منه لم يقبل، إذا أنفقه في أي سبيل من سبل الخير لم يقبل. كذلك من أهم أسباب اكتساب الحرام استعجال الرزق، فكثير من الناس يتعجلون رزقهم ويدفعهم ذلك إلى أنهم يأخذوه من حرام، ولو تمهلوا لأتاهم ذلك الرزق من حلال، لأن الله سبحانه وتعالى قد قسم لكل إنسان رزقا معينا قبل أن يكون نطفة في ظهر أمه، في صلب أبيه، أو في رحم أمه. وقال ربنا جل وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يدفعنكم استبطاء الرزق على أن تأخذوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من أجله لأتاه رزقه كما يأتيه أجل. لو تمهل الإنسان الذي يسرق، الذي يكتسب من الغش، من الرشوة، لأتاه هذا المال من حلال، لأنه لن يصل إليه مال إلا وهو رزق له. فلو تمهل لأتاه. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه عندما أراد أن يدخل مسجدا في الكوفة لكي يصلي، ترك الدابة الناقة في حماية غلام، قال: امسك برباط الدابة حتى أصلي وأخرج. هذا الغلام خرج خطام الناقة، خلعه ثم ذهب وباعه في السوق بدرهم. سيدنا الإمام علي وهو خارج على الباب كان قد جهز درهما لكي يعطيه للغلام، فخرج فما وجد الغلام، ووجد خطام الدابة ليس موجود. أرسل واحدا بنفس الدرهم، اشترى نفس الخطام الذي باعه هذا الغلام. قال: سبحان الله، تعجل على رزقه فأخذه من حرام، ولو كان قد انتظر لأتاه من حلال. الأمر الثالث الذي يجعل الناس يتركون الكسب الحلال ويكتسبون من الحرام، عدم علمه ووقوفه على مغبة الكسب الحرام. فإن هذا المال لا ينمو وليس له أي أثر في الحياة الدنيا أو في الآخرة، فالذي يعلم ذلك لا يكتسب من حرام، وإنما يتحرى طيب المطعم وطيب المشرب. أحبتي في الله، ثبت بما لا يدعو مجالا للشك أن قبول العبادات وقبول الدعاء والبركة في الرزق ورضا الله سبحانه وتعالى، كل هذا يكون سببه الكسب الحلال. أما الكسب الحرام فهو يذهب الحسنات، يجعل القلب مظلما، والجوارح لا تعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وينقص الرزق، ويجعل الإنسان مبغوضا عند الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا
في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة عند الناس وقوة في البدن على النقيض وإن للسيئة سوادا في الوجه وقلة في الرزق ووهن في البدن وبغضا عند الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه وأن يبعدنا عن الحرام بكل أنواعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أطيل عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، في هذه الندوة التي تقيمها وزارة الأوقاف ضمن الأسبوع الثقافي هنا في مسجد السيدة خديجة بالحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية. وتحرص دائما وزارة الأوقاف على التنقل من مسجد إلى مسجد نشرا للعلم الوسطي وصحيح الدين برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وفي هذا اليوم الذي خصص تحت عنوان الكسب الحرام ومخاطره، أدعو الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الكسب الحرام، وأن يجعل الله مصر أمناً أماناً سلماً سلاماً وسائر بلاد المسلمين أجمعين. الجمع الكريم، العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره، ومثل العالم في بلده كمثل عين عزبة يستقي منها الناس. قال لقمان لابنه: يا بني عليك بالعلم، فإن العلم أفضل من المال، فالمال أنت تحرسه والعلم يحرسك، المال لا تنقصه الصدقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتلميذه: عليك بالعلم، إن احتجت إليه كان لك مالا، وإن استغنيت عنه كان لك جاها. وأنشد يقول: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الدكتور محمود ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثاره إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله الذي وهب للإنسان الخير ومن عليه بالجود والكرم وأوجده في الكون فجعله يسير كما يريد، متفضل عليه بالمنن والنعم. الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان على ظهر الكون جعل له من السبل المباحة التي من أجلها يحيى الإنسان بالخير. وقبل أن نبدأ الحديث حول هذا اللقاء، نشكر السادة القائمين على هذا اللقاء من وزارة الأوقاف وبسعادة الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور وليد الحسيني المذيع بالتلفزيون المصري، وبالسادة الحضور من رواد مسجد السيدة خديجة. أرحب بكم جميعا وبهذا الجمع الكريم. الله سبحانه وتعالى قد أوجد الإنسان وجعل له المال وسيلة للكسب، يحاسب الإنسان عليها
في الآخرة، وبها يتنعم في الدنيا ويكتسبه. لذلك وسائل كسب المال كثيرة ومتعددة. في هذه الكلمة البسيطة بمشيئة الله نعرف ما معنى الكسب، ما هو الكسب الحلال وما هو الكسب الحرام، وأهم المفاهيم المغلوطة التي ننوه عليها. كذلك سننوه على أهم الأشياء والآثار المدمرة للكسب الحرام، وأيضا كيف يتخلص الإنسان من المال الحرام، أو إن شئت فقل كيف يتوب الإنسان من ذلك. فبداية، المال أمر مجبول على الإنسان أن يحبه. لا يوجد إنسان على ظهر الكون إلا ويحب المال، يعني هذه حقيقة إنسانية مطلقة. لا يمكن للإنسان أن يكره ما يحتاج إليه، بل المال وسيلة حتى للطاعة. من أراد التصدق فعليه بالطاعة، من أراد الحج فعليه بالمال، من أراد الزكاة فعليه بالمال. يبقى إذن المال وسيلة لفعل الخيرات قبل كل شيء، يعني قبل أن تلبي حاجاتك ورغباتك وشهواتك وما تحتاجه في الدنيا، المال وسيلة أيضا للوصول إلى الخيرات والطاعات. ولذلك المولى سبحانه وتعالى يذكر فيقول: وتحبون المال حبا جما، أي الإنسان مجبول على ذلك الحب. فمن مقاصد الشريعة حب المال، ولذلك جعل الله للمال حدا، إذا ما تجاوز الإنسان فسرق كان حد العقوبة في ذلك السرقة، وجعل حد الحرابة لمن انتهب أو سرق. لذلك يمكن أن نقول الكسب الحلال معناه الطرق الموصلة إلى المال بطريق مباح أو مشروع، والكسب الحرام هي الطرق الموصلة إلى الحرام بطريق محرم أو ممنوع. فما أحله الله هو الكسب الحلال، وما حرمه الله هو الكسب الحرام. ولا يمكن أن نحصر دائرة الفكر في مسألة الكسب الحرام بأنها الغش في البيع أو الغش في التجارة، أبداً. الأمر أوسع من ذلك فكثير. في أي أشياء؟ الكسب الحرام في التزوير، الكسب الحرام في الاختلاس، الكسب الحرام في السرقة، الكسب الحرام في الوساطة، الكسب الحرام في الرشوة، الكسب الحرام في الربا، الكسب الحرام في عدم إتقان العمل، الكسب الحرام في أكل مال الميراث من أقاربك. يبقى مسألة كسب الحرام لا يمكن أن نضيق الفكرة كلها في مسألة من غشنا فليس منا في مسألة التجارة، بل المسألة أوسع من ذلك. لذلك عندما نقول الكسب الحلال، أيضا الكسب الحلال ليس في التجارة فحسب، بل الكسب الحلال في الزراعة، في الصناعة، في إتقان العمل، في كل مال تكتسبه. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد عماله ليجمع الزكاة، فأتى بالمال فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا جلست في بيت أبيك حتى ينظر أيهدى لك أم لا؟ من استعملناه على عمل فما أخذ بعد فهو غلول، أي من أخذ مالا زائدا عن المقرر له والمحدد له غلول، أي مال حرام اكتسبه بغير وجه صحيح. والإسلام عندما أباح لنا الكسب جعل الوسائل الحلال هي السبيل، فلا يمكن للإنسان أن يصل بالحرام إلى الحلال. لذلك النظرية الغربية لميكافيلي اللي هي الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى كيف تصل للمال بأي وسيلة، بمعنى تبيع السلاح، تبيع المخدرات، تغش في الأدوية، تفعل أي شيء، تتاجر في الجنس في غير شيء، المهم الوصول إلى الحرام. الغاية عندهم تبرر الوسيلة، أما عندنا في الإسلام لا بد أن تكون الوسيلة حلال حتى تكون الغاية حلال. فالوسيلة لك أن تعمل حلالا وأن تكتسب حلالا حتى تصل إلى الغاية، ألا وهي الكسب الحلال. وختاما حتى لا نطيل عليكم، مسائل أو الكسب الأثار المدمرة للكسب الحرام ليست محصورة على الخسائر المادية أو على الجزء المادي،
بل لو الإنسان نظر إلى الكسب الحرام بأنه مخصوص في مسألة الخسارة المادية نظرية قاصرة ونظر لم يفهم إلى مقاصد الشريعة، بل الآثار المدمرة تتعدى المال وتتعدى العلاقات الاجتماعية والدولية والصحية والطبية. بمعنى الآثار المدمرة في الكسب الحرام في مسألة الصحة، من غش في الأدوية أو تاجر في ذلك أدى إلى ضرر يعود على صحة الناس والبشر، من جار أو من أساء أو من صنع أشياء متلفة للبشر أدى إلى إفساد وهلاك لأرواح كثير من الناس. إذا ما تجاوز الناس في أكل الحرام وفي أكل مال الميراث وفي غير ذلك أدى إلى عقوبات وجرائم بين الأسر مع بعضها البعض، يقتتلون من أجل المال ولا يهنأ لهم بال إلا بالموت. ولذلك أخبث المال هو المال الحرام. فأهم الآثار المترتبة على الكسب الحرام أن ذلك المال خبيث عند الله، مال غير مقبول بالمرة عند الله سبحانه وتعالى. هل الإنسان الذي يكتسب مالا حراما بأي صورة محرمة هل يكون ذلك طيبا عند الله أم يكون شيئا مبغوضا عند الله؟ نعم مبغوض عند الله، هذا أول شيء. الشيء الثاني أن كسب المال الحرام يمحو البركة من كل شيء، لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت البركة من بينهما. ولذلك يقول رب العزة يمحق الله الربا، أي المال الذي تكتسبه من شيء محرم يمحو الله منه البركة. كذلك أن كسب المال الحرام سبيل للإنسان، أي طريق له إلى النار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك أهم الآثار التي تترتب على الكسب الحرام أن الضرر يعود على المجتمع بأكمله. فالإنسان الذي يحتكر الأسعار خاصة مع غلاء الأسعار حاليا لا يضر بشخص واحد الذي يشتري منه، بل يضيق على الناس في معاملتهم ويضيق عليهم في حياتهم ويضيق عليهم في معاشهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون، لأنه يتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين. خلاصة نختم بأمر ألا وهو أن كل إنسان مكتوب له الرزق كما مكتوب له الأجل، لا يأخذ الإنسان من الدنيا إلا ما قدر له مهما حاول، لكن الله سبحانه وتعالى قد طلب من الإنسان الأخذ بالأسباب، ومع ذلك قدر للإنسان أن يأخذ الحلال إذا ما أراد وأن يحاسب على الحرام إذا ما فعل. الشيء الثاني والختام في ذلك التوبة لله لا تكون بالكلام، خاصة في مسألة الحرام. لذلك لما ذكرت آيات المواريث قال الله تعالى في ختام ذلك تلك حدود الله، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لحد الزنا ولا السرقة وإنما ذكر الميراث، فقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله سبحانه وتعالى قد جعل المال للإنسان نعمة إذا ما أحسن صنعه ونقمة إذا ما أساء إليه. فالتوبة أن ترد الحقوق لأصحابها، التوبة من المال الحرام أن يرد الإنسان الحق لأصحابه، التوبة في العمل أن يتقن الإنسان عمله ويحسنه وأن يراقب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرزقنا الكسب الحلال ويبارك لنا فيه وأن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يمدهم بمدده وينصرهم بنصره إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة في ختام هذه الندوة التي تقيمها وزارة الأوقاف ضمن الأسبوع الثقافي هنا في مسجد السيدة خديجة بالحي الأول بالعبور بمحافظة القليوبية برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي دائما يحرص على مثل هذه اللقاءات نشرا للدين الوسطي واعتناء بفكر الإسلام الوسطي محبة وخلقا بين الناس. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الندوة في ميزان حسنات القائمين عليها، كما أدعوه أن يجعل الله تبارك وتعالى جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن يجعل الله مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين أجمعين، كما أدعوه تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. تقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمود ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وكل من شارك وأعد هذه الندوة. لكم تحياتي دكتور وليد الحسيني مذيع إذاعة القرآن الكريم ومقدم صلاة الجمعة في القناة الأولى والفضائية المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.